السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتكلم عن خبرتي مع حرب أكتوبر و عام 1973. كنت أنا في هذا العام في السنة الثالثة من كلية الطب في دراسة في جامعة الأزهر، وكان رمضان، العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر، وكنا قاعدين في البيت. وكان طبعا يعني من فوائد هذه السنوات الجميلة هو دروس الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وفوجئنا جميعا ببداية الحرب في العاشر من أكتوبر إلى آخر. كانت هناك روح جميلة جدا في الشعب المصري. طبعا الشعب المصري معروف أنه في رمضان بيعمل الفطير وبيعمل الكحك وبيعمل غريبة وبيعمل الشكلمة وبيعمل القرص وبيعمل المنين، يعني حدوتة كبيرة جدا. تقعد البيوت خاصة النساء الفضليات المصريات، يبقى البيت بتاعهم ريحته ريحة البكن باودر والدقيق والخبز والحاجات دي في البيوت من منتصف رمضان. وكان من أجمل الأشياء اللي احنا بنشوفها في هذا الوقت واحنا في بيتنا اللي هو الصاجات اللي ماشية في الشوارع فوق رؤوس الشباب الصغارين اللي بيروحوا الفرن، لو كان الناس ما عندهمش بوتاجاز في البيت يعملوها، والطوابير الواقفة على الأفران والأول المخابز. ده كانت الروح اللي موجودة في هذا المكان أو في هذا الزمان. أيضا كنت أنا نشيط مع بعض أصدقائي، وتطوعت إن أنا أعلم أحد المدارس الإعدادية للبنات، هي مدرسة الأرمان الإعدادية للبنات اللي هو الإسعافات الأولية، وعلى مضض اللي هو مسؤولة المدرسة سمحت لي بهذا. فكنت أذهب بعد ما توثقوا في إن أنا مش داخل هناك عشان عيني تزوغ يمين أو يمان أو شمال أو فوق أو تحت، إن كل البنات كانوا من المراهقات ما بين سن الـ14 وسن الـ16 أو حاجة زي كده يعني. والحمد لله كانت ليا كل الاحترام والود، وكنت استعملوني بعد كده هو في إن أنا أملأ كل الحصص الفارغة اللي مثلا ممكن يكون مدرس مش موجود، مدرس مشغول الى اخره. واستمر الامر ده لمدة اسابيع. تطور الامر فيما بعد ذلك الى انني كنت كاتب يعني مسرحية زجلية، بدأت ان اخد الثقة عندهم عشان اعلم البنات ازاي يمثلوا مثل هذه المسرحية الزجلية هناك، واكون انا المخرج والمؤلف والموجه الى اخره الى اخره. كانت كلها زجلية، كانت جميلة جدا جدا عن حرب 6 أكتوبر. لكن لما توقفت الحرب وتغير المناخ إلى آخره بدأت الأمور السياسية تختلف شوية. لأن أقول في هذا المكان أو في هذا الزمان نحن ثقافة الشعب المصري كانت ثقافة ملتحمة متماسكة حول أبنائهم، حول أبنائهم. أنا مثلا كان ليا في الحرب دي من أقربي ابن خالي كان مهندس وظابط، وابن عمي كان مهندس ظابط، وابن عمي الثاني كان مجند في الجيش الثاني، وابن عمي الثالث أو اللي هو الشخصية الرابعة كان ظابط في مدفعية الميدان. طبعا يعني فكان لي 4 من عيلتي، 2 ضباط احتياط، 1 مجند، 1 من اللي هم الضباط الحقيقيين او كان مسؤول مدفعية الميدان في الجيش الثاني، يعني في احد المناطق في الجيش الثاني. هكذا كان حال الشعب المصري اتجاه قضية فلسطين، وتجنب كان يدفع بفلذات اكباده لهذه الحرب. الدرس هنا بيقول ان احنا ثقافتنا فاتمان ما فيش بيت تجرأ على انه يعمل الكحك في هذا العام، وكان اللي بيعمل الكحك بيسب سب غير عادي. وكان لماذا؟ لان كل بيت كان ليه اما ابن او حفيد او ابن خال او ابن عم الى اخره، فكان الشعب المصري على قلب رجل واحد. فكن انت ايضا على قلب رجل واحد، كونوا انتم على قلب رجل واحد في اي قضيه تهتم بها الامه من مشارقها الى مغربها، قضايا الفقر، قضايا الرموع، قضايا الجوع، قضايا المرض والحرمان، قضايا التشرد، قضايا اللجوء، قضايا النزوح، كل هذه القضايا توحدوا حولها، وتوحدوا فقط حول شخصنة كل قضية بشخصية إقليمية أو شخصية وطنية فقط.
إنما التوحد من أجل الهدف الأكبر لإقامة العدل ومحاربة الظلم والفساد في كل المجتمعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.